بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن أعداءهم من الجن والإنس. من الأولين والآخرين يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور ويا مجري البحور ويا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام. ربنا افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما اهمني يا الله نزيلك حيث مت جاهد رقابي وزيفك حيث كنت من البلاء. يا صاحب العصر والزمان أدركني ولا تغلقني بحق أمك وجدتك سيدة نساء العالمين.